اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح حال أمة سيدنا محمد، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لتحكيم كتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واجمع كلمتهم على الحق، وحد صفوفهم واجمع كلمتهم يا رب العالمين. اللهم وفق رجال الأمن، اللهم وفق رجال الأمن، يا الله يا الله يا الله، نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك وبقدرتك على خلقك أن تجعلنا على الصراط من العابرين، وعلى حوض نبيك واردين، ولكأسه شاربين. يا الله اجعلنا من أهل شفاعة نبيك الأمين.